قال الله تبارك إنما أنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إذا لا يجوز أن يعبد إلا هذا الإله سبحانه وتعالى. قال وقال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لغناه سبحانه وتعالى، فلا يقبل عملا يشرك فيه معه غيره جل في علا. والمرائي أشرك مع الله غيره، حيث إنه أراد بعمله الله وأراد بعمله أن يسعد الناس أو أن يمدحه الناس، فكان بذلك مشركا، ولكنه ليس الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، فالرياء ينقص العمل ويؤثر فيه، فإن كان الرياء في أول العمل فهو يبطله، وإذا كان في أثناء العمل فهو يبطل ما أصابه، وإذا كان بعد العمل فالعمل قد صح وانتهى الأمر ويعاقب على هذا الرياء. نعم.